بالنسبة للسؤال الثاني ديال الجزء الثاني في التمرين ديالنا، طلبوا منا اولا بينوا ان هاد المتفاوته صحيحه. جي دو اكس موان ان دو دو محصوره ما بين اكس موان راسين دو اكس اش دو اكس و اكس موان راسين دو اكس اش دو راسين دو اكس. دونك هنايا شنو غنديرو؟ ليكن اكس كبر من واحد بعدا و اش كتنتمي لمجال جذر اكس اكس. شنو عندنا؟ عندنا الداله اش تناقصي على المجال واحد بلس لانفيني. سبق لينا بيناها، لدينا اش تناقصيه على المجال واحد بلس لانفيني، ومنه غتكون تناقصيه كذلك على المجال جذر اكس اكس. علاش؟ لان اكس كبر من واحد، ومنه تناقصيه على جذر اكس اكس. تنزيد لان اكس كبر من واحد. فوالا. دونك شنو عندنا؟ عندنا تي، عندنا تي هنا، تي باردون، تي محصور ما بين، لدينا تي محصور ما بين جذر اكس او يساوي او اكس. دونك الى دخلنا اش، عندنا اش داله تناقصيه، دونك غيتقلبوا لي بورن. اذا اش دو اكس، اش دو تي بلوتو محصوره ما بين h de x ou h de racine de x. الى عودنا نعودو h بالقيمه تاعها او بالتعبير تاعها اللي هو x moins 1 على x ln de x. دونك h de t غتكون هي t moins 1 على شحال قلنا t ln de t. فوالا محصوره ما بين h دو x و h دو غاسين دو x. فوالا شنو غنديرو؟ غندخلو لانتيغرال من جذر x ل x دي تي بلوتو. هنا كذلك ندخلو لانتيغرال عندنا الانتيغرال داله متصله بيان سور نقدروا ندخلوها h دو غاسين دو x دي تي. فوالا هنا شنو غندير؟ الانتيغرال ديبون دو تي، دونك h دو x نو ديبون با دو تي. غنخرجها h دو x غاسين دو x x واحد دي تي اصغر من هذه لقيناها حسب السؤال السابق كتساوي g دو x موان ln دو 2. هذه كذلك h دو غاسين دو x غير il ne dépend pas de t. غنخرجوه h دو غاسين دو x جذر pardon غاسين من هذا الانتيغرال pardon من غاسين دو x لx ديال واحد دي تي. h دو x هذه هي المشتقة ديال t وهذه هي كذلك مشتقة تاع تي. الى عودنا هنايا تعطينا h دو x عامل لي x موان غاسين دو x. فوالا بدات كتبع لينا العبارة اللي بغاو. هنايا h دو غاسين دو x x موان غاسين دو x. فوالا داكشي يطلبو منا. فوالا بيان سور لكل x هادشي كامل، لكل هاد العبارة لكل x أكبر قطعا من واحد. سؤال باء، طلبوا منا نبينوا أن أو نستنتجوا بلوتو أن الدالة جي قابلة للاشتقاق على اليمين في واحد. دونك نفس الحاجة نكتبو لوبجيكتيف، شنو خاصنا نتلاقاو باش نبينوا أن الدالة قابلة للاشتقاق على اليمين في واحد؟ خاصنا نتلاقاو بأن لا ليميت كونت x تنفيغ 1 بلوس لأن اليمين ديال جي دو x موان جي دو 1 sur x moins 1 كتساوي واش غنتلقاوها كتساوي المشتقة على اليمين في واحد اللي هي كتساوي 1 دومي. سبقينا حسبنا جي بريم، سبقينا حسبنا التعبير تاع جي بريم في الأسئلة السابقة نفس با وي. دونك حنا شنو عندنا؟ قالنا استنتج، دونك ضروري نستعملوا هاد ليكسبريسيون اللي عاد لقينا في السؤال السابق.
دونك نكتبوها قدامنا. ها هي عندنا قدامنا بلا ما نعاودها. لدينا ها هي مكتوبه قدامنا جي دو اكس موان ان دو 2 محصوره ما بين هاد لي دو زيكسبرسيون. شنو غنديروا؟ غادي نقسم على اكس موان موان 1. نقسم على اكس موان 1. الا قسمت هنا على اكس موان 1 وهنا على اكس موان 1 هنا على اكس موان 1 غتعطيني جي دو اكس موان ان دو 2 سور اكس موان 1 محصوره ما بين x moins racine de x sur x moins 1 fois h de x voilà انا غادي نستعمل شنو غنستعمل غنستعمل خاصيه نهايه والترتيب دونك يكفي نحسب لا ليميت ديال هادي ولا ليميت ديال هادي في 1 بلس ونشوف واش غيعطيوني لا ميم ليميت الا عطاوني لا ميم ليميت راه بمعنى ان هاد الطرف كذلك كيساوي لا ليميت دي دو دكور حسب خاصيه نهايه والترتيب حنا نحسبو نبداو نحسبو لا ليميت كونتيكست انفير 1 بلس ديال مثلا نبداو بهاد الطرف اكس موان راسين دو اكس سور اكس موان 1 اش دو اكس شنو غندير هنايا نجرب نعمل ب اكس باغ اكزومبل نعمل ب راسين دو اكس بلوتو نعمل ب راسين دو اكس وي x la limite quand x tend vers 1 plus ديال نعمل براسين دو x غتعطيني راسين دو x moins 1 sur x moins 1 غنكتبها على شكل هذه بحال قلنا a كاري موان b كاري بحيث a كتساوي راسين دو x و b كتساوي 1 في هذه الحاله دونك غتكون هي راسين دو x moins 1 عاملي راسين دو x plus 1 ما نساوش h de x كتساوي لا ليميت كونت x تون فير 1 بلس ديال هنا غتمشي لينا غاسين دو x موز 1 غتبقى غاسين دو x سور غاسين دو x بلس 1 فوا h de x نعاودو نشوفو واش باقي عندنا شكل غير محدد بعدا علاش مشينا كنديرو هادشي كامل لان الا عوضنا هنايا من الاول بواحد غتكون لينا صفر على صفر شكل غير محدد داكشي علاش مشينا كنديرو دي بوتيت جيمناستيك باش نتلقاو شكل غير شكل محدد بلوتو ماشي غير محدد فورم ديفيني ماشي اون ديفيني واحد على واحد زائد واحد واحد على جوج اش دو واحد هي واحد دونك لا ليميت كتساوي واحد على جوج فوالا لقينا لا ليميت تاع هاد الطرف كتساوي واحد على جوج نحسبو لا ليميت كونت اكس تون فيغ ان بلوس ديال هاد الطرف اكس موان غاسين دو اكس سور اكس موان ان h de racine de x كتساوي هنا غادي نستعمل نفس الحاجه غادي عاوتاني غادي نعمل براسين دو x غتبقى ليا راسين دو x سور راسين دو x بلس 1 وبلاصه x غتكون عندي h دو بلاصه h دو x غتكون عندي h دو راسين دو x الى عوضت غتعطيني نفس الحاجه هنا واحد 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 على واحد على جوج هنايا h دو راسين دو 1 هي h دو 1 اللي هي واحد ديجا معطية لينا في المعطيات دونك هادي لقيناها كتقول واحد على جوج هادي حتى هي كتقول واحد على جوج في ان بلس دونك حتى هاد الدالة راه لا ليميت ديالها كتساوي واحد على جوج حسب خاصية نهاية والترتيب وبالتالي لا ليميت كونت اكس تون فيغ ان بلس ديال جي دو اكس موان جي دو ان بون جي دو ان اللي هي الين دو دو n'est-ce pas راه معطيه لينا sur x moins 1 كتساوي 1 demi و 1 demi راه هي g prime à droite de 1 وبالتالي ومنه ومنه ديجا شنو نطلب من بينو انا داله g قابله للاشتقاق على اليمين في واحد يمين في واحد فوالا سؤال جيم طلبوا مننا بينو ان لا ليميت كونت اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال جي دو اكس كتساوي بلس لانفيني حنا غادي نجيو نحسبو نحسبو لا ليميت ديال جي دو اكس عادي ولكن غادي نستعملو هاد ليكسبرسيون اللي عاد تلاقينا وبالضبط غادي نستعمل هاد الطرف هنا الا جبت ln دو 2 لهنايا شنو غتعطيني جي دو اكس اكبر من او يساوي
x moins racine de x h de x plus ln de 2. Je répète, c'est le taraf mais le متساوي اللي عاد بينا. جبت ln de 2 للطرف الاخر. Voilà. شنو غادي نستعمل كذلك؟ غنستعمل خاصية نهاية الترتيب، بمعنى غادي نمشي نحسب لا ليميت ديال هادي، عوض ما نمشي نحسب لا ليميت ديال جي نحسب لا ليميت تاع هذا في بلوس لانفيني. شنو غتخرج لينا؟ تان اكس موان غاسين دو اكس اش دو اكس بلوس ln دو 2 كتساوي لا ليميت كونت اكس تنفير 1 بلوس بلوس لانفيني باردون ديال x moins racine de x amélie x n'aoud h le primataha x moins 1 sur x ln de x mensaouch plus ln de 2. Voilà, il y a la limite quand x tend vers plus l'infini d'iel 1 moins 1 sur racine de x x moins 1 sur x ln de x plus ln de 2. غادي نفرق، غتعطيني x sur ln de x fois 1 moins 1 sur racine de x fois x moins 1 sur هنا بقات ليا x منساوش plus ln de 2. وهذه هي لا ليميت كانت x تنفر vers plus l'infini ديال h ديال 1 sur لان النهايه المعروفه اللي كنعرفو هي ln de x sur x، دونك نقلبوها ln de x sur 1 sur ln de x sur x fois 1 moins racine de x غادي نفرقوها تعطينا 1 moins 1 sur x tout plus ln de 2. دونك شنو غتعطي لنا؟ غتعطي لنا لا ليميت، نجيو نعوضو هادي 0، هادي غتعطي لنا 0 0 بلس بيان سور، هادي غاسين بلوس لانفيني تاهي غتعطينا زيرو، هادي تاهي ان سوغ بلوس لانفيني غتعطينا زيرو، دونك كتبقى شنو كتبقى؟ هادي ان سوغ زيرو بلوس هي بلوس لانفيني، دونك هادي كاملها تمشي لبلوس لانفيني، هادي غتبقى واحد لان هنا صفر، هنا اوسي غتبقى واحد حيت هنا صفر، دونك بلوس لانفيني بلوس ln دو 2 هي بلوس لانفيني. فوالا لا ليميت اذن، ومنه اذن ولا اذن حسب خاصية نهاية الترتيب لا ليميت ديال جي حتى هي كتساوي بلوس لانفيني. فوالا في نفس السؤال جي نطلبوا منا نحسبوا كذلك لا ليميت كونت اكس تان فير بلوس لانفيني ديال جي دو اكس سور اكس. هيا نطلبوا منا بينو انها كتساوي صفر. هنايا اوسي غادي نستعمل التأطير اللي تلاقينا اللي هو هذا، هاد المرة غادي نستعملو كامل، غادي نستعملو كاملو. فوالا يكفي انني نقسم على اكس، يكفي انني بلوتو نجيب ln دو لي دو كوتي ونقسم، عاد نقسم على اكس باش تبان ليا جي دو اكس سور اكس. دونك لدينا حسب السؤال شنو هذا؟ جوج الف الجزء الثاني بيان سور جي دو اكس سور اكس غتكون محصوره ما بين هنا غتكون x موان غاسين دو x سور x h دو غاسين دو x بلوس ln 2، وهنا غتكون x موان غاسين دو x سور x h دو x بلوس ln 2. دونك شنو غنديرو؟ غادي نحسبو لا ليميت ديال هنا كونت x تنفير بلوس لانفيني، ونحسبو لا ليميت ديال هاد الطرف تا هو كونت x تنفير بلوس لانفيني. غادي نتلاقاو بانهم غيعطيونا لا ميم ليميت، غنشوفو من بعد انها صفر، وغنستنتجو حسب خاصية نهاية الترتيب ان لا ليميت ديال جي دو اكس سور اكس كتساوي زيرو. دونك هنايا بوزيت غومارك، نسيت ما قسمت على اكس بوغ ln 2، دونك هنا ln 2 سور اكس ln 2 سور اكس بيان سور. دونك نجي نحسب لي ليميت تاع لي دو دوك الطرفين.
نبداو بالطرف الاولاني باغ اكزومبل هذا، شنو غندير هنايا؟ هادي نقسمها، غتكون هي x sur x هي واحد، موان غاسين دو x sur x هي 1 sur غاسين دو x فوا h دو x بلس ln دو 2 sur x. نعود بلس لانفيني، واحد على بلس لانفيني صفر. لا ليميت ديال h بلس لانفيني سبق لينا حسبناها في الاول، عطات لينا زيرو. هادي aussi ln de 2 sur x غتعطينا 0 sur plus l'infini غتعطينا 0 donc 0 0 0 كتبقى 1 1 x 0 0. La limite ديال الطرف الاخر la même chose x moins racine de x sur x h de racine de x plus ln de 2 sur x اللي هي racine de x au carré. مثلا نكتبوها بهذه الطريقه، نبدلو شويه. Non, la même, le même astuce. Moins 1 sur racine de x. H de racine de x. Plus. Nous devons faire le matériel. Allez, je vais vous faire le matériel. Nous devons faire le matériel. Dire t égale racine de x. T égale racine de x. Donc, on a 1 sur t. H de t. Ou on a t carré. N'est-ce pas? Voilà, donc ندير تغيير متغير. داكشي اللي درت بدلت درت تغيير متغير تي ايكال غاسين دو اكس، هنا ولات تي 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 كاري. الى عودنا هنا بلس لانفيني 1 سور بلس لانفيني 0، لا ليميت دو اش تبقينا حسبناها هي 0، وهنايا تعطينا 0 اوسي ان دو 2 سور بلس لانفيني، دونك لو تو غيعطينا 0. وبالتالي حسب خاصية نهايات والترتيب، لا ليميت ديال جي دو اكس سور اكس كونت اكس تنفير بلس لانفيني كتساوي صفر، وهادشي اللي طلبوا منا نبينو. فوالا، ننتقلوا للسؤال الثالث. طلبوا منا نبينو انا اولا ان الداله جي قابله للانشقاق على المجال واحد بلس لانفيني مفتوح. داكوغ، الداله جي قلنا هي هادي، شنو غندير؟ اول حاجه ليكون ا عنصر من غادي نحتاجو من بعد من مجال واحد بلس لانفيني. غتشوفوا فاش غنحتاجوه. غادي نعتبر واحد الداله جديده نسميها في مثلا، اللي معرفه على مجال واحد بلس لانفيني بهادي بواحد على غاسين دو تي ال دو تي. دونك نعتبر الداله العدديه في مثلا المعرفة على المجال واحد بلس لانفيني بما يلي، واحد مفتوح بما يلي، في دو اكس ايغال 1 سور غاسين دو اكس ln دو اكس. هاد الدالة من غير التكامل. دونك شنو كنلاحظوا؟ في متصله على المجال واحد بلس لانفيني، لان غاسين دو اكس متصله و ان دو اكس متصله. بما ان الداله في متصله حسب ما شفنا في الدرس فانها تقبل عده الدوال الاصليه. فاش كتكون عندنا واحد الداله متصله اون جينيرال اف فانها تقبل عده الدوال الاصليه على داك المجال. داكوغ، نكتبوها. إذن في تقبل عدة دوال أصلية على المجال واحد بلس لانفيني، ومنه أون بارتيكولي كتقبل واحد الدالة نسميوها مثلا دوبل في، ومنه في تقبل دالة أصلية سميها دوبل في التي تنعدم في ا. داك ا اللي اعتبرنا عنصر كيف ما بغى يكون من المجال واحد بلس لانفيني، ومعرفة بما يلي. الوغ، دالة دوبل في غتكون معرفة من المجال
واحد بلس لانفيني نحو R ب لانتيغرال من A لX ديال الدالة في دو تي اللي وضعنا دي تي، بحيث دوبل في دو A قلنا كتنعدم في A، دوبل في كتنعدم في A، دونك دوبل في دو A كتساوي صفر، و دوبل في بريم دوبل في دالة أصلية للدالة في، دونك دوبل في بريم دو X كتساوي في دو X. فوالا، دونك نجيو دابا نكتبو الدالة جي، نشوفو جي نحاولو نكتبوها بدلالة هاد هاد دوبل في و في اللي لقينا. داكوغ، جي دو إكس إيكال لانتيغرال من إكس لإكس كاري ديال حتى قدامي ديال واحد على غاسين تي لين دو تي دي تي. هنا شنو غندير؟ غادي ندخل أ، غندخل أ، دونك أ يولي لانتيغرال من إكس لإكس كاري هو لانتيغرال من إكس لأ زائد لانتيغرال من أ لإكس كاري. فوالا، بلوس لانتيغرال من أ لإكس كاري ديال واحد على غاسين تي إلين دو تي دي تي. هادي شنا هي؟ هي دوبل في، هي دوبل في دو إكس كاري، ياك بلوتو هادي هي دوبل في دو إكس كاري. بلاتي بعدا نكتب بلاتي شوية، عندنا لانتيغرال من إكس إكس كاري لطيناه لانتيغرال من إكس لأ زائد لانتيغرال من أن إكس كاري، ياك هادي هي لانتيغرال من أ لإكس كاري ديال واحد على جذر تي إلين دو تي دي تي ناقص لانتيغرال من نقلبوه من أ لإكس ديال واحد على غاسين تي إلين دو تي دي تي. فوالا، دابا كتبان بأن هادي هي دوبل في دو إكس كاري وهادي هي دوبل في دو إكس. فوالا، كيف ما عرفنا الدالة دوبل في، ولقينا بأن جي دو إكس كتكتب بدلالة دوبل في دو إكس، دوبل في إن جينيرال. ومنه عندنا دوبل في دو إكس كاري قابلة للاشتقاق موان دوبل في دو إكس قابلة للاشتقاق، دونك جي حتى هي قابلة للاشتقاق كمجموع دالتين قابلتين للاشتقاق، كمجموع دوال قابلة للاشتقاق. فوالا، دونك الجزء الأول من السؤال بين ها هي بين أن الدالة جي قابلة للاشتقاق. دابا طلبوا منا نبينو أن المشتقة تاع جي كتكتب على هاد الشكل، واحد على جوج أش دو غاسين دو إكس. نجيو نحسبو شنو غنديرو، غنستعملو هاد ليكسبغسيون لي تلاقينا ديال جي دو إكس بدلالة دوبل في، جي بريم هي دوبل في بريم هي هادي بريم موان هادي بريم. فوالا، غادي نستعملو التعبير لي تلاقينا كيما قلت، دونك هادي غتكون هي هادي بريم بلس هادي بريم. هادي بريم شنو غتعطينا؟ تعطينا دوز إكس دوبل في بريم ديال إكس كاري موان دوبل في بريم دو إكس. دوبل في بريم قلنا شنا هي؟ هاديك كتبتها هنا، هي في دوبل في بريم هي في، دونك نقدر هنايا نعوض دوبل في بريم دو إكس كاري بفي دو إكس كاري، دوز إكس في دو إكس كاري موان في دو إكس. إلا عوضت في بالقيمة بالتعبير ديالها تعطيني دوز إكس سوغ إكس إلين دو إكس كاري. نجي نشوفو في، ها هي واحد على غاسين دو إكس إلين دو إكس، دونك حنا عندنا إكس كاري في اللول، دونك غتكون هنا إكس إلين دو إكس كاري، ها هي موان في دو إكس لي هي واحد على غاسين دو إكس إلين دو إكس. غادي نحاول شنو غندير، غنهبط هاد الكاري ديما فيما يكون الكاري نهبطوه في الالين ديما، دوز اكس الين دو اكس موان زان سوغ غاسين دو اكس الين دو اكس. هنا غادي نبسط غير بجوج، ما نبسطش باكس، غتشوفو علاش، اكس سوغ اكس الين دو اكس موان هنايا واحد على جذر اكس نكتبها على شكل جذر اكس على اكس،
دونك شفتوا علاش خليت هاد اكس؟ باش نوحد المقام. دونك غتكون اكس موان راسين دو اكس سور اكس لان دو اكس. هنا غادي نجي غادي نعمل براسين دو اكس غتعطيني راسين دو اكس موان زان سور هادي غادي نكتبها على شكل راسين دو اكس كاري فوا ln دو اكس ln دو راسين دو اكس كاري. وشنو غندير؟ انا هبط هاد لو دو ديال لا بويسونس غيولي عندي واحد على جوج. ها هو شنو غيبقى؟ غتمشي ليا غاسين دو اكس مع هادي غتبقى واحد غاسين دو اكس في التحت ما تبقاش او كاري. دونك غاسين دو اكس موز 1 سور غاسين دو اكس ln دو اكس ln دو غاسين دو اكس بلوتو فوالا. وهادي شنو هي؟ هادي هي اش دو اكس h de racine de x plutôt. Ha هو التعبير تاع h x moins 1 sur x ln de x. هنا عندنا x في هذه الحاله هو racine de x. دونك هذه هي h de racine de x. وهذا هو التعبير اللي بغاو ديال المشتقه تاع الداله الجي. والسؤال الاخير في هذا الجزء طلبوا منا نبينوا اولا نستنتجوا ان g بريم دو x محصوره ما بين 1 و 1 على 2 قطعا. ومن بعد نرسمو جدول التغيرات ديال الداله جي كخلاصه. فوالا دونك استنتاج بمعنى اننا غادي نستعملو ما سبق. شنو غنستعملو في ما سبق؟ غنستعملو غادي نستعملو لا كيسيون بالضبط لا كيسيون جوج باء. في جوج باء حسبنا شنو لقينا جوج باء. الى رجعتو بون ما نقدرش نرجع دابا لا كيسيون جوج باء. الى رجعتو لجوج باء لقينا بان h دو x محصوره ما بين 0 و 1 لكل x من لكل x كبر من او يساوي 1 عندنا h دو x محصوره ما بين 0 و 1. دونك وعندنا x كبر من 1 غتعطي لنا ان غاسين كبر من يساوي غاسين دو x كبر من او يساوي 1. دونك عندنا pour tout x supérieur ou égal à 1 h de racine de x نقدروا نكتبوها حتى هي على الشكل محصوره ما بين 0 و 1 لان هذه العباره دابا شنو درت هنايا هذه العباره اللي عندي صالحه لكل x من لكل x كبر من او يساوي 1 ياك. انا بغيت h de racine de x دونك يكفي نبين ان racine de x حتى هو كبر من او يساوي 1 باش تكون هذه العباره صحيحه بالنسبه لracine de x. داكشي اللي درت هنا عندي x كبر من واحد دونك غاسين دو اكس تاهي كبر من واحد دونك ممكن نطبق العبارة ديالي على غاسين دو اكس. هنا شنو غندير؟ غنضرب في واحد على جوج غتبقى لي هنا زيرو هنايا واحد على جوج فوالا. هنا جو بونس لقينا او يساوي من حيت واحد. وي نشوف التعبير واش بغاو امين. هنا جو بونس التعبير فيه او يساوي وي دابا تاكدت هنايا كاين او يساوي من جهه واحد على جوج فوالا. دونك هنا او يساوي فوالا. هنا ضربت واحد على جوج هذه هي لقيناها هي جي بريم دو اكس صوره ما بين صفر و واحد على جوج فوالا. هذه هي العباره اللي طلبوا منا هنا او يساوي عاود voilà pour tout x supérieur ou égal à 1 بقى لينا نرسمو جدول التغيرات ديال الداله جي بسيط جدا. دونك الداله جي معرفه في المجال المجال 1 بلس لانفيني غير معرفه في 1. الداله تزايديه لقينا انها تزايديه دونك جي بريم لقيناها موجبه تزايديه. لا ليميت في بلس لانفيني هي بلس لانفيني ou la limite f 1 plus il y a g de 1 il y a ln de 2 voilà donc خلاصه جي معرفه ومتصله على المجال 1 plus l'infini مفتوح جي تزايديه قطعا على 1 plus l'infini و لي ليميت راح حسبناهم هما هادو voilà donc هادشي اللي كان في التمرين ديال اليوم. كيف ما قلت تمرين زوين بزاف بون اللي بدا كيخدم ما عرفتش انا كل واحد فين وصل فيكم ولا في لا بريباراسيون. ملي بدا كيخدم الوطنيات كيشوف انه بحال هاد الشكل
اللي كيكون في الوطني ديال التمرين تاع الدراسة الدالة، كيكون مجموع فيه كل شيء، دراسة الاتصال، اشتقاق، تبيين عبارات كتستعمل فيها مثلا طاف، تستعمل فيها تقابل، تستعمل فيها مبرهنات القيم الوسطية، اتسيتيرا اتسيتيرا. كيكون مجموع فيه داكشي كله اللي قريتوه في درس او جوج ديال الدروس او ثلاثة كاع، فهمتو؟ دونك هذا تمرين شامل فيه كل شيء. وديجا راه كيف ما قلت في الاول، كاين حتى الجزء الثالث فيه لي سويت، في المتتاليات، غنديرو معاكم ان شاء الله، مي خليتو الفيديو وحده اخرى حيت ديجا لي دو بارتي جاوني في دو فيديو، دونك ما قدرتش نديرهم في وحده، جاوني طوال. فوالا، مي المهم انكم تكونوا جيسبر تكونوا استفدتوا، فوالا تكونوا فهمتوا لي زاستوس اللي استعملنا كما العاده. سي فو زافي دي كيسيون جو سوي توجور بارون ديسپونيبل. كنتمنى انكم تكونوا غاديين في لا بريباراسيون مزيان، مشويه عليكم درس بدرس، نضبطوا الدرس هو الاولاني، عاد ندوزوا لي زيكزيرسيس، نخدموا لي زيكزيرسيس متنوعين. وبيان سور انا بالنسبه ليا النصيحه اللي كنبغي نعطيه هي تخدموا لي ناسيونال القدام، لي زيكزامان القدام، الوطنيات القدام ضروري قبل ما تمشي للوطني، تكون خادم على الاقل ديال 5 سنين ولا 6 سنين اللي قبل. فوالا، دونك داكشي ما تمشيوش بعيد، ما تمشيوش بعيد تغرقوا في الكتوبه بزاف تتغنوا. ضبط الدرس ديالك اللي كدير في اون كلاس، ضبط لي زيكزارسيس اللي كيدير معاكم البروف، وزيدوا دي زيكزارسيس اخرين متنوعين، وتركزوا على الوطنيات القدام. واهم حاجه بيان سور ماشي تحفظوهم، هي تفهموا لي زيكزارسيس ولي زاستوس اللي كتستعملوا في لي زيكزارسيس. فوالا، دونك بون شانس ا تو لو موند، في امان الله نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخرى بمشيئه الله.